أفق وانطلق كالشعاع الندي، وفجر من الليل فجر الغدي، وثب يا ابن أمي وثوب القضاء على كل طاغ ومستعبدي، وحطم ألوهية الظالمين وسيطارة الغاصب المفسدي، وقل للمضلين باسم الهدى تواروا فقد آن أن نهتدي. وهيهات هيهات يبقى الشباب جريح الإباء أو حبيس اليد، سيحيا الشباب ويحيي الحما ويفني عدات الغد الأسعد. فسر يا ابن أمي إلى غاية سماوية العهد والمعهد، إلى غادك المشتهى حيث لا تروح الطغاة ولا تغتدي. وإن الفنا في سبيل العلا خلود شباب البقى سرمدي، وما الحر إلا المضحي الذي إذا آل يوم الفدا يفتدي. وحسب الفتى شارفا أنه يعادي على المجد أو يعتدي. وعدنا الجهاد بيوم الجلاء ويوم الفدا غاية الموعد. فشق الدجى يا أخي واندفع إلى ملتقى النور والسؤدد، وغامر ولا تحذرن الممات فيغري بك الحاذر المعتدي. ولاقر ودا ساخرا بالردى ومت في العلا موت مستشهدي، فمن لم يمت في الجهاد النبيل يمت راغم الأنف في المرقد. أخي يا شباب الفدا طالما خضعنا لكيد الشقى الأسود، ومرت علينا سياط العذاب مرور الذباب على الجلمد، فلن نخضع اليوم للغاصبين ولم نستكل على الأنكد. فقد آن للجور أن ينتهي وقد آن للعادل أن يبتدي. سنمشي سنمشي برغم القيود ورغم وعود الخداع الردي، سنمشي على جثث الغاصبين إلى غادنا الخالد الأمجد. وننصب كالموت من مشهد وننقض كالأسد من مشهد، فتمسي غبارا كأن لم تعيش بأرض الجهاد ولم توجدي. فتمسي غبارا كأن لم تعيش بأرض الجهاد ولم توجدي.